السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم آخر أخبار في سوق الانتقالات الصيفية 2024. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سلوكاكو جديد، وينتلق على بركة الله والدخول في صلب الموضوع. إنير بخشا يتوصل لاتفاق نهائي مع إشبيلية الإسباني بشأن التعاقد مع اللاعب يوسف النصري مقابل 20 مليون يورو. توصل النادي التركي إنير بخشا لاتفاق نهائي مع إشبيلية الإسباني للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصري في الميركاتو الحالي، وأكد الصحفي الإيطالي رومان عبر صفحته الشخصية أن إنير بخشا يوافق على صفقة التعاقد مع يوسف النصري من إشبيلية. وأضاف المصدر ذاته أن إنير بخشا سوف يدفع 20 مليون يورو للمهاجم المغربي بعدما تم الاتفاق على شروط الشخصية، واللاعب حاليا في طريقه إلى تركيا لإجراء الفحوصات الطبية. ويشير أن الدولي المغربي البالغ من العمر 27 سنة يتوفر على عقد مع نادي إشبيلية حتى يونيو 2025، وهو النصري ينتقل رسميا إلى الدوري التركي مع تبقي خطوات قليلة بإجراء فحص طبي والتوقيع على العقود. أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع المهاجم الأوكراني دولف بيك. كشف بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن اقتراب النادي المدريدي أتلتيكو من التعاقد مع الأوكراني دولف بيك مهاجم فريق جيرونا، وشهد الموسم الماضي تألق كبير للاعب الأوكراني مع الفريق في الدوري الإسباني، حيث كان لاعبان رئيسيان في ظهور جيرونا بمستوى رائع في الليغا والمنافسة على اللقب في منتصف الموسم. وفقا لما ذكره الصحفي فابيوز رومان، فإن أتلتيكو مدريد يقترب من التوقيع مع دولف بيك لتدعيم هجومه في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل ألفارو موراتا عن الفريق. وتبع أن الآن يتم إنهاء التفاصيل الأخيرة في الصفقة الذي سوف تكلف النادي المدريدي حوالي 40 مليون يورو، واللاعب بالفعل وافق على الانتقال للأتلتيك في هذا الميركاتو. وأضاف الصحفي بأن الصفقة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي. وكان فريق أتلتيكو مدريد قد أبدى اهتمامه كبير بالدولي الأرجنتيني ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، إلى أن النادي الإنجليزي رفض بيع اللاعب في هذا الميركاتو. الدولي الألماني مات هومس يلغي رحلته إلى إيطاليا في انتظار اتصال ريال مدريد. كشفت التقارير الصحفية أن لاعب بروسيا دورتموند السابق هومس أوقف محادثته مع فريقه بولونيا بعدما أبدى ريال مدريد اهتمامه بالحصول على خدمته. صحيفة آس نقلت عن صحيفة لاكازي دو سبورت الإيطالية أن النادي الإسباني يسعى للحصول على خدمة المدافع البالغ من العمر 35 عام، والذي بات بدون أي فريق بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني بوروسيا دورتموند. وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن هومس كان يجري مفاوضات مع نادي بولونيا من أجل الانضمام إلى الصفوف الفريق الإيطالي في الموسم المقبل، لكن المفاوضات توقفت تماما بسبب اهتمام مدريد بوضع الألماني الذي أمضى مسيرته الكاملة بين دورتموند والبايرن. يأتي هذا الاهتمام في الوقت يحتاج فيه بطل الدوري الإسباني إلى قلب دفاع بعد رحيل ناتشو، حيث تبقى أمام المدرب كارلو أنشيلوتي خيارات قليلة في هذا المركز تتمثل في أنطوني روديغر وإيدير ميليتاو، ومع غيابات مستمرة لدافيد ألابا. وخاض هوملز آخر مباراة له مع الفريق الألماني بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي أمام الميرينجيل مدريد الذي توج باللقب. ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر مزاحمة برشلونة الإسباني على التعاقد مع نيكول يانس جناح أتلتيكو بلباو. ويليامز الذي قدم أداء مذهل مع منتخب بلاده لاروخا في بطولة اليورو 2024 وساهم في تتويج فريقه ومنتخب بلاده في هذه البطولة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى البارسا لمجاورة صديقه المقرب لامين يامال. يحاول البارسا المتعثر ماليا والمقيد بقواعد اللعب المالي النظيف حسم الصفقة مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي تقدر بين 55 و 60 مليون يورو. ويفقى لصحيفة دي أتلتيكو الإسبانية فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع ويليامز، وسيجري اتصالات لمعرفة موقف اللاعب وإمكانية التحاقه ببطل الدوري الفرنسي. يبحث باريس سان جيرمان عن خليفة كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني، ومع تعثر المفاوضات بين النادي الفرنسي وبين إدارة نابولي بشأن صفقة اللاعب فيكتور أوسيمين سوف يركز على صفقة نيكول يامز
أحد أبرز المرشحين لتعويض كيليان مبابي.